محدش يتحكمني. هقول لك حاجه، هقول حاجه، شيء طبيعي الشخص اللي التصويت جاله كده كده هو راجع الاكاديمي، فموضوع ان هم يحضنوه او يجروا عليه ده كده كده هيرجع الاكاديمي، لكن الاثنين التانيين هم مش مستني حد يجي يحضني ولا يجي، بس بعد يعني كذا مره كان في اثنين ثلاثه يجوا المره دي ولا حد من غير مرار، اللي هو ايه يعني شافت ما حدش انف قامت هي، اللي هو ايه الشفقه عشان انا ما ابقاش الف لوحدي. فده برضه نفس التفكير يا طهره، والله اقسم بالله يا طهره لو فضلتي تفكري بالاسلوب ده هتتعبي، ان انت هتشوفي الحياه كلها سلبيات. بالعكس محمد ده احساسي، انا زعلانه خلاص، بس مش زعلانه من حد، زعلانه وخلاص. ف ده احساسي، ما ينفعش حد يتحكمني في احساسي. ميرال انزعجت حتى لو ما عملهاش المنظر ده، روح اسالها ميرال انزعجت مكاني، فعادي اني انا ازعل. ايه تبين كلامه فيه ولا حاجه اللي الحين عم تكف على راسك؟ طلع لي مش قاعد تقولين قبل ما تقول لي انت حتمشي بالاسلوب ده وتفكري بالاسلوب ده، كل واحد له اسلوبه، بس انا اسلوبي صح. مش كده يا، عايزك تفهمين على الستيج ما فيش يعني ردود الافعال بتبقى مش بس كم مره واحد طلع بتصويت الجمهور وكلنا جرينا عليه؟ ايش معنى انا ممكن عشان يكونوا تعودوا ان انت بتطلعي بتصويت الجمهور، فشيء متوقع انت، ممكن ما حد متوقع ان انت تطلعين من يعني لو حد مش متوقع كان ممكن يجروا عليه، لكن هم واثقين ان انت هيجيلك تصويت جمهور. انا عن نفسي كنت واثق ان هيجيلك تصويت جمهور. انت ايش يهمك من الحين الموضوع؟ لا عادي انتهى الموضوع، مش لازم. لا انت اذا الحين طلعت من هنا بدون يركضون يحضنونك يعني، ولا عندك جمهور رجع؟ خلاص انتهى الموضوع، مش عارف. لا تكلمين بابا في جمهور رجعك، هو نفس الجمهور هذا هو اللي يحبك. انت هنا مو عشان الطلاب، انت هنا عشان الجمهور، هذا اقول لك اياه. انت هنا مو عشان احد، ما تكثرين كلام. ما تسلم علي ولا شوف ظهر. انت في ايه ولا في ايه؟ ايه انت في ايه ولا في ايه؟ انت الناس صوتت لك ورجعت بتفكري برضو في الناس اللي جريت عليكي على الستيج. ما بتكلمش مصطلح اني تجري عليكي يا محمد، مش حلو اني الناس تجري عليك. انا فاهمك بس مش تجري عليكي، مش حلو، مش مستنيه حد يجري عليا، بس احسن حاجه لما اقعد حد يبتسم في وشي لما ببص عليهم واحد هنا. واحد ابسط هنا. حاجه ابسط، اقسم بالله ابسط حاجه. انت هنا الاداره اللي انت بتبص عليهم اللي ما عملش كويس في البرايم، ملهي في اللي هو فيه، واللي مش بيفكر في النومينيشن صح، مش لازم تلاقيهم كلهم مبتسمين، كل واحد فيه بلاويه. اوكي صح. انت اقول لك حاجه، انت حساسه زياده عن اللزوم. عيبي، دي مشكلة. بس مش مشكلة، بالعكس لا، انا احسن اكون حساسة على اني ما يكونش عندي احساس خالص. وبعدين معناته بعدين ايش قلنا احنا؟ فانا عشان احساسها بحس باحساس الناس التانية. خلاص يعني المرة دي لو طلع حد نوميني ونعمل معاه نفس المنظر ده مالك في احد. انت معلش الا بس يا طارق. اوكي مش حتى ما تركزيش ما تركزيش في حاجه فرعيه، ما تركزيش في حاجه، بس زعلانه حقي اني ازعل. انا زعلانه خلاص. ركزي في الناس اللي صوتت لك، الناس اللي بتحبك. فانا دلوقتي عايزه اشكر الناس، بس ما ينفعش في ناس ثانيه هتفهمها غلط. ناس اللي قاعده هنا هتفهم غلط. لا في حد بره وانت بتشكر الناس اللي صوتت لك وانت فرحانه بنفسك ومش عارفه ايه. ما انا عندي احساس اني عايزه اقول للناس شكرا انكم صوتوا لي. قولي شكرا. كل مره ما بقولش كده. بصي لما تيجي تعملي تصرف، لما تيجي تعملي تصرف ما تقوليش الناس هتفتكر والناس هتعمل، لا اعملي اللي ضميرك بس الحاجه اللي انت مرتاحه لها بس، واللي يقول يقول. لما انت في نيتك صافيه خلاص اعملي. لو قعدتي تفكري في كده هتتعبي. انا بقول لك ما انا مشكلتي اني بحاول ارضي بس جميع الاطراف، بس ما حدش بيرضيني. يعني مش صعب انك تتكلم معايا، عادي اتكلم اي مصطلح يا محمد، بفهم كل اللغات وبفهم بكل الطرق، والله العظيم مش غبيه ولا عقل صايع. انا مش فاهم انت عامله مشكله وغير مشكله اصلا. مش عامله مشكله والله العظيم، ما عامله مشكله. طهرة انت كنت نومينيه؟ استني بس تفهمي تفهمي والله انت كنت نومينيه تمام، والناس صوتت لك، وانت دلوقتي في الاكاديمي. اوكي ده الجيم، مالكيش دعوه بالحاجات الصغيره اللي ملهاش لازمه، اللي ملهاش ضروريه يعني. اوكي انا بحبك على الستيج، ما طلعتش جريت عليكي والكلام ده، المهم انت رجعتي. مش شرط ان انا مش شرط ان انا جيتش قلت لك مبروك ان انا مش بحبك، مش شرط.
ممكن يكون ملهي في الاثنين التانيين. انا ما قلتلكش مين هيطلع يا ترى مين هيعمل. استنى انا كذا مره حد بيطلع مثلا هو بالجمهور انا ما بقومش بقى قاعده بس اللي هو ايه اقوم بمكاني اوقف ومبروك والف مبروك وخلاص هو ريحته نفسيا اني انا معاون انا يعني اديته يعني ارتاح نفسيا ان هو خلاص هيدخل وبعدين التاني يعني انا كمان ما بجريش على بني ادم وهروح احضنه مبروك ومش عارفه ايه بس ده احساسي انا لما شفت مراد زعلت قلت طاهر يعني في حاجه مش شرط يعني مش شرط والله شكلك هتتعبيني طاهر اتعشي ونام بجد وبكره لما تقومي نتكلم انا ما بقولش حاجه عشان انا مش عايزك يعني مش عايزك تزعلي وانا مش عايز ازعلك يعني انت فاكر اني انا بزعل من اي كلمه والله لا اصلا بتكلم في الموضوع اصلا من وجهه نظري ان هو فاشل انت لسه وطيت لك ورجعتي مبروك بس اوكي عارفه الفكره خلاص دي خلاص المره الجايه لما تبقي تطلعي الناس هتبقى تجري عليكي وتبوسك مش كده اللي خلاص اللي الناس وطيت له خلاص اطمنوا عليه خلاص انت في امان كده كده راجعه الاكاديمي هيبوسوكي ويحضنوكي زي ما انت عايزه ما بتكلمش على الاحضان ولا على البوس ولا على اي حاجه بس لما اجي الاقي شخص واحد قال لي مبروك وضحك في وشي ليه محمد انت لو كنت مكاني كنت هتزعل اقسم بالله كنت هتزعل وكذا شخص انا مش هتكلم زياده والله العظيم مش هتكلم زياده عشان بس عايزك تقولي لو انت كنت مكاني كنت هتزعل والله العظيم كنت هتزعل والله العظيم شكلك انت اللي هتنامي غير انا موس طهرة مبروك يا طهرة الله يبارك فيك يا محمد ما بتكلمش عنك ولا على سلطان ولا على عزيز ولا على اي حد عنده ايه بحترم كل شخص انا كنت واقف مرزوع جنبك هاجري من واقف جنبك استنى بس استنى فهمي انا ما بتكلمش على اي شخص يعني بعدين بالظبط لما انت كده جيت عملتيك كده ورحت ماشي والله العظيم ما بتكلم على الاحضان ولا على البوس ولا على اي حاجه يا محمد مش فكره يا ايه بتكلم على اني لما اقعد يعني عايزه بس وشوش اللي هي مبروك يا طاهر حتى لو كذب يا عمي بس قولها مبروك يا طاهر حلو جد محمد مش منك والله